هالمرة جربت الكرك بالطريقة المعتادة اللي هي تصلحون الشاهي وبعدين تحطون حليب مبخر. أنا بالعادة أسويه بالحليب، يعني ما أحط أساسا، ما أحط موية، أحطه بالحليب. مثبت الوصفة اللي بالحليب بصراحة ألذ، يعني مع أن هذا الشاهي خادر أكثر وكذا غامق، بس نكهة الحليب أحس طازج كذا، ما أدري شلون ألذ.